أعزائي المشاهدين، برحب بكم في ليلة عمر جديدة بيتشرف فيها المعد الصحفي حازم الحديدي والمخرج نبيل عبد النعيم وحياة عبدون بدعوتكم لحضور حفل زفاف صاحب ذكريات ومع السلامة المطرب الفنان حلمي عبد الباقي. عندك ألف ليلة هتفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة بنرحب بالمطرب الفنان حلمي عبد الباقي. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اول سؤال لابد احنا نسالك عن ليله العمر، اول ما بتسمع كلمه ليله العمر ايه اللي بيخطر في باله؟ ليله العمر بيخطر في بالي طبعا احلى ليله في حياتي وهي ليله كتب كتابي جوازي. اتعرفت على زوجتك ازاي؟ عايز اقول ان ده يعني انا من اسرع الجوازات اللي ممكن ان انا سمعتها في حياتي يعني والله. انا كانت حفله عيد ميلاد وكنت شفتها فيها وشدتني جدا يعني، وكان في واحد صديق لاخوها يعني، فانا وطيت عليه كده قلت له انا شايف الجماعه دول صحابك وكده، انا معجب بالانسه اللي قاعده اليمين الشمال مش عارف ايه، ويا ريت تكلم اخوها على طول كده. بس ده طبعا ما حسيتوش الا بعد لما حسيت ان في رد فعل منها يعني والله. يعني بقى يعني انا لما بصيت لها اكيد لغه العيون بتتكلم يعني. أشواري تسألني أحلى بك أنا أحلى.